السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازاي حضرتكم؟ الله يبارك فيك، تفضل. أصلي في مسجد عليه إمام راتب لكنه لا يصلي معنا، فأذهب ليصلي فتقدم بعض الشباب، أنا متعلم وحافظ القرآن فبيقدمون للصلاة، فهل لو تخلفت عن الصلاة يعني مش ليس بعذر، لكن أكون في مشوار او اجي متاخر، هم يعني بيقولوا لي انت الاسم في رجلتك انت انك انت ما تيجي تصلي بينا، فهل اتاخر بعض لا الوقت يعني او عفوا كده؟ عفوا، أنت تتأخر عن عمد أو تتأخر لأعذار؟ لا دون عمد. طيب إذا تأخرت لعذر ما على المحسنين من سبيل، فأنت تفعل شيئا ألا وهو الإمامة وليست بواجبة عليك، والله يقول ما على المحسنين من سبيل. فالمتطوعون لا طريق للومهم، لا طريق للومهم. بارك الله فيك.